ما هي خطيئة الشيطان في الإسلام؟ سؤال بسيط. الشيطان عامل إيه في الإسلام؟ عصى. بس عصى، بسجد ما بسجد، مش كده؟ صحيح. طيب ليه بقى أصبح هالك؟ وليه تمت أبلست شيطنت واعتبروا القرآن من الكافرين؟ خلينا نشوف ماذا يقول القرآن في سورة البقرة: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. طيب أليس الخطيئة مجرد عصيان مع أنه مؤمن؟ الشيطان مؤمن. مؤمن إيه؟ بوجود الله. بوجود الله، ليعرف الله. المعرفة النظرية هو يعرف الله. نعم. عاقبته ليه بالخلود في النار؟